وننتقل بكم الآن إلى مهرجان الفروسية التقليدية بإقليم سيدي بنور. هذا الموعد السنوي للاحتفال بالطقوس المرتبطة بعلاقة الإنسان بالفرس مع ما يصاحب ظل الفرجة تجسدها عروض تبوريدا. حسن زكي وأحمد الحبري. مهرجان بني هلال الفروسية التقليدية في نسخته الثامنة، ملتقى سنوي لفرسان المنطقة لممارسة هذا الشغف والولع بالفروسية الذي تعاقبت على إرثه الأجيال. نسخة حملت هذه السنة شعار تراثنا هويتنا. شعار الدورة تراثنا هويتنا، لذلك قمنا بتنظيم هذا للحفاظ على المولود الثقافي اللي هو فن التبوريدة، وكذلك تشجيع الشباب للانخراط في العمل الجمعوي للمساهمة وبناء مجتمع مسؤول ومساهمة في تنمية المنطقة وتكوين شباب محب لوطنه. فعالية المهرجان تخللتها أنشطة ثقافية ورياضية فتحت منافساتها على وجه الخصوص في وجه شباب المنطقة للتعبير عن قدراتهم ومواهبهم من خلال مسابقتها العديدة والمتنوعة. مهرجان كاكس واحد تقليد سنوي، الهدف منه أولا الاحتفاء بنهاية موسم فلاحي والاستعداد لموسم فلاحي مقبل، وأيضا كيعكس إرادة ديال تمكين الشباب من الانخراط في سلسلة من الأنشطة، وهذا كيعكس توجه الجمعيات هنا على مستوى المنطقة. السرب المشاركة بالمهرجان رسمت عبر العروض التي قدمتها لوحات فنية استمتعت بروعتها ورونقها جموع الجماهير الحاضرة بهذا الملتقى التراثي. إلى هنا تكون نشرتنا قد استوفت كل المواد، تذكير بأبرز ما جاء فيها.